الأبوين تاني كده لفوا إيه؟ الاثنين اللي احنا صرفتهم دول الصغيرين هم اللي ياخدوش الورقتين الواحدين، لكن الناس اللي كانت المره اللي فاتت ياخدوا الورقتين. عشان في حاجات بس الدكتوره ضافتها بس على لسه الورقتين لسه هو في حد معاه اصلا. ايه ده؟ النهارده طيب اخذنا المره اللي فاتت اشباب النيفرون وعارف الاستراكشر بتاعه تمام، وقلنا ان ده اصلا مش مهم قوي اللي هي اول صفحه تمام، والتاني صفحه قلنا اصلا ان ده ما كانش فيها حاجه فاتوا عشان لسه ما كانش موجود. اول صفحه دي فين تمام، تقراها كده فيسيولوجي حاجات مش بيجي فيها اسئله قوي طبيه. تاني صفحه دي الدكتور ما قالش فيها حاجه. تالت صفحه قلنا السايتس اوف اكشن بتاعه الدايركتس، وقسمناهم ساعتها قسمنا النيفرون الى كام؟ ست اجزاء او ست مجموعات، اربعه سايتس بيشتغلوا عليهم ست مجموعات تمام؟ قلنا منهم الهاي سيلينج دايريتكس تمام؟ والاوزموتيك دايريتكس، قلنا رقم واحد هي الاوزموتيك، قلنا احنا المانيتول وقلنا ان هو الكوتش كلين اكتف والكلام ده تمام؟ وقلنا رقم ثلاثة اللي هي الهاي سيلينج دايركتس، رقم اثنين ساعتها قلنا ان هي ايه؟ ملغية، لا هي مش ملغية قلتها المرة أصلا، هي عدتها المرة اللي فاتت بس رجعتها. فأنتوا علامة الإكس دي اللي عند رقم اثنين في صفحة ثلاثة من تحت، لا دي عملوها صح. دي معانا الدكتورة قالتها. خلاص؟ طيب مجموعة الكربونيك أنهيدريتس فيكتورز اللي في انزيم موجود في النيفرون تمام كده، وظيفه الانزيم ده ان هو بينظم الاكسكريشن بتاع البايكربونيت بتاع الميه من الجسم. حلو؟ فده لما بينظم عمليه الاكسكريشن انا هعمل له انهبيشن، فبالتالي هخلي الاكسكريشن يبقى ايه؟ زياده. هخلي الاكسكريشن يبقى زياده يمنع الري ابسوربشن. همنع الري ابسوربشن عن طريق ان انا هعمل انهبيشن للكربونيك انهيدريس انزيم. هنشوف قصه الكربونيك انهيدريس وهنشوف القصه دي كلها بتحصل ازاي تمام. احنا ممكن ناخد بس يعني على الفصل ده ناخد بس، ما انا قلت ادي النفرون كان كده تمام وقسمناه لاجزاء، ادي يعني هي حاجات فيسيولوجي مش مهمه اصلا تمام. ده كان النفرون وقلنا دي هومنز كبسول، قلنا بيحصل اكسكريشن لجزء الدم بيحصل فلتريشن، يعني هنا بيطلع جزء من اليورين بيطلع اثناء الرحله دي لغايه ما يوصل الكوليكتنج تيوب بيحصل عمليه ري ابسوربشن. فوظيفه الدايريتكس هنا اللي هي تعمل ايه؟ تمنع الري ابسوربشن ده، فبالتالي كميه اليورين اكسكريتد هتبقى ايه؟ اكتر. وده معنى كلمه دايريت معناها مدرات الكوليكت بتزود اليورين فوليوم تمام؟ بس فاحنا فكرتنا في كده ان احنا بنمنع الري ابسوربشن. قسمناهم الاربع سايتس، السايت ده وده 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 تمام. اربع سايتس قسمناهم المره اللي فاتت وقلنا اسماء المجموعات، وبدانا قلنا منهم مجموعتين، قلنا والهاي سيلينج تمام. بقينا دلوقتي هنبتدي في الكربونيك انهيدريس تمام، هي الدكتوره عدتها بس هي رجعت لها تاني. فهنا الكربونيك انهيدريس زي ما اتفقنا وزي ما احنا لسه قايلين بتشتغل على انزيم اسمه كربونيك انهيدريز بتعمل له انهبيشن تمام؟
الانزيم ده بيقول لك كربونيك هيدريز از ازين كونتينينج انزايم. يعني ايه ازين كونتينينج انزايم؟ بالانزيمات في دايما بعض الانزيمات تلاقي فيه ميتال جواها عامله كومبلكس معاه، وده بيبقى مهم جدا 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 لان الدواء بتاعي لازم يعمل انتراكشن مع الميتال ده. يعني عارفين الهيموجلوبين الموجود في الدم، الهيموجلوبين ده بروتين في ايه في النص؟ ايرون حديد، تمام؟ فلازم لو انا مثلا هدي دواء، طبعا مفيش دواء هيعمل مفيش الهيموجلوبين، تمام؟ الهيموجلوبين مهم لكن ده كمثال يعني. ففي عندي الكربونيك هيدريت في زنك، تمام؟ فبالتالي الزنك ده مهم جدا، لازم الدواء بتاعي يعمل انتراكشن مع الزنك عشان يعمل يقدر يعمل انهبيشن للكربونيك هيدريت، تمام؟ يبقى دي مهمه ان انا اقول زنك كونتيننج انزايم او ميتال كونتيننج انزايم، لان انا عدت عليه كذا انزيم والسؤال شايفه مشهور جدا يقول لك ايه الانزيمات اللي عدت عليك او اللي انت درستها فيها زي فيها ميتال. فده اول واحد منهم لو زنك كونتيننج انزايم، هناخد واحد في الانتي هايبر تنسيف لما يجي نبقى نقول عليه. يبقى ده زنك كونتيننج انزايم. الدواء بتاعي البروتوتايب، وعرفنا يعني ايه بروتوتايب بالظبط بستخدمه كلينيك. الفرق بينه وبين الليد كومباوند، الليد كومباوند برضه اول واحد في مصنوعته بس ايه مش تحت الشرط يكون بيستخدم، تمام؟ فهنا عندي الاسيتازولامايد اول واحد، تمام؟ اولا الرينج دي الخمسيه فيها نيتروجين، اثنين نيتروجين وفيها سلفر، اسمها ايه الحلقه دي؟ رينج خمسيه، يبقى تنتهي بالمقطع ايه السفكس بتاعها؟ اول، صح؟ اول. طيب فيها اثنين نيتروجين واحده سلفر، مين لها البريورتي؟ السلفر، يبقى سايل. طب والاثنين نيتروجين؟ داي اجي، يبقى سايل ازول، سايل ازول. ده اللي في نص التسميه موجود، سايل ازول، يبقى دي ايه؟ سايل داي ازول. وقلت لكم التسميه فين؟ اللي هيحفظ تسميه يبقى ما يتعبش نفسه. اطلاقا هو في الامتحان لما بيجيب التسميات بيجيبها لخبطه في الارقام او في اسماء الرنجات حاجات كده. فلو انت هتحفظه التسميه لا انت تفهمي يعني فهمت ان دي سايلازول. طيب هترقمها ازاي؟ من اول السلفر كده 1 2 3 4 5. يبقى اذا لازم احدد الاتومز دول في 1 3 4، يبقى 1 3 4 سايلازول، تمام؟ طيب مين اصلا البيرنت بتاعي؟ هنا السيد هيزول عليها مجموعتين، هنا عليها مجموعه اس او 2 ان اتش 2 اللي سميناها ايه المره اللي فاتت؟ سلفامويد، تمام؟ سلفامويد او امينو سلفونايد، تمام؟ دي مجموعه، والمجموعه الثانيه اللي هي هنا ان اتش سي دبل بوند او سي اتش 3 اسمها ايه؟ اسيدا مايد، اسيتا مايد، تمام؟ فهنا عندي البيرنت بتاعي هو الاسيتا مايد، البيرنت بتاعي هو الاسيتا مايد، عشان كده هتلاقي في اخر التسميه خالص كاتب لك ايه؟ اسيتا مايد. يبقى ده البيرنت بتاعي اسيتا مايد عشان هو في الاول البيرنت، البيرنت ليها البيرنت دي مجموعه امايد ودي مجموعه سلفونامايد ودي كتير سايكل كلام. اللي ليها البيرنت اكوردنج تو الايباكتون كريتشر هي الامايد دي اللي هي اسيتامايد، تمام؟ اداء الاسيتامايد هو البيرنت بتاعي. يبقى البيرنت المفروض احدده في الاول واكتبه في اخر ايه؟ التسميه. طيب عليه كام سبستيتوينت البيرنت؟ هو سبستيتوينت واحد ده، قلت لكم المره اهو ده كده كله ده هو السبستيتوينت ده اللي انا حاطط عليه ده. طيب قلنا لما يكون في يبقى ده البيرنت وده السبستيتوينت، هنسميه ازاي السبستيتوينت لما يكون كبير؟ من بره لجوه، من بره لجوه، فين من بره بتاع؟ حلو. يبقى الاول خالص شايف الاول خالص عمل ايه؟ ان، ايه ان دي؟ ان كل السبستيتوينت ده كل اللي هيكون جاي على ايه؟ شابك على الان. فدي الان الاولانيه خالص. يبقى ان مين يقول معايا من بره؟ سلفامويل، بس لازم يقول رقمها على انتيتير سايكل، يبقى 5 سلفامويل، بعد كده 1 2 1 3 4 سايادايزول. طب ايه اللي بعد ايه 2 ايل دي؟ يعني ايه 2 ايل؟ يعني ايه 2 ايل اللي كتبها هنا كده؟ 2 ايل احنا قلنا ايل دي يعني سبستيتوان. ايوه بالظبط، لازم لازم اقول اتصال البيرنت بالسبستيتوان. يعني هنا الاسيتامايد دي
مش ممكن دي تكون متصل على واحدة في النيتروجين او ممكن تكون متصل في اي بوزيشن تاني في الحلقة دي ممكن تمام عشان كده لازم يقول ايه رقم 2 فبيقولها سايادازول 2 اين عشان يحدد الارتباط يبقى في الاول خالص يحدد ارتباط السبستيتوس بالبيرن بتاع الان ده في الاول خالص في السبستيتمنت نفسه لازم تحدد ارتباط البيرنت بالسبستيتمنت البيرنت اللي هو ده مرتبط بالسبستيتمنت الحلقه دي برقم كام 2 فلازم يقول 2 اي كلمه اي يعني ان هو ايه سبستيتمنت تمام يبقى دي التسميه ان 5 شكل ان بعدها قوس كده شامل ده كله دي كلها في القوس 5 سلفاموين السلفاموين قلت ممكن اقولها ايه لا لا ده سلفونايد لو هي بيرن لكن هنا سلفونايد امينو سلفونايد يعني ممكن اقول 5 امينو سلفونايد صح سلفونايد في رقم 5 وبعد كده سايدازول 2 اي تمام وده قلنا البروتوتايب اتس رابيدلي ابسوربد بيمتص كويس اليمينيتد ان تشينج مهمه جدا الجمله دي زمان الدكتوره سامي كانت بتدي من كام سنه كده سنه رابعه وكان في مرتب زي كده ان تشينج وجات لهم في الامتحان اكمل اعملي الميتابولايت بتاع المركب ده فما يجيش حد يروح يعمل الميتابولايتس اللي احنا قايلينها في جزء الدكتور احمد في جزء الميتابوليزم لا هو لما يجي لك في جزء احنا واخدينه زي كده يبقى تقول الميتابولايت اللي احنا واخدينه طب هنا واخدين الميتابولايت يبقى تكتب اليمينيتد ان تشينج نوت ميتابولايز تمام لو قالت لك اعمل الميتابوليزم بتاع الدواء ده تكتب اليمينيتد ان تشينج بين قوسين نوت ميتابولايز خلاص يبقى دي مهم اليمينيتد ان تشينج نوت ميتابولايز مش بيحصل له ميتابوليزم بيطلع زي ما هو كده من الجسم تمام طب its continuous administration leads to excretion of bicarbonate leads to metabolic acidosis البايكربونات دي اسيد ولا بيز بيز فبالتالي بتحافظ على البيزيستي في الدم فلما تطلع من الجسم يبقى كده الدم هيبقى ايه شويه اسيد هيعمل ميتابوليك اسيدوزيس يبقى دي تعتبر سايد افكت ليه ميتابوليك اسيدوزيس تمام هتلاقيها مكتوبه تحت برضه سايد يبقى ده ميتابوليك اسيدوزيس يعني بيزود اكسكريشن بتاع البايكربونات فهيعمل ميتابوليك اسيدوزيس طب ايه كمان under such acidic conditions the diuretic effect of carbonic anhydrase inhibition is much reduced or completely absent يعني الكلام ده يعني بيقول لك الدواء في الاسيدك كونديشن بتاع الدم مش بيشتغل وهو بيعمل بيخلي الدم اسيدك يبقى كده الدواء هيعمل ايه هيوقف نفسه بعد فتره حاجه اسمها سيلف اهو بص مهمه دي برضه سيلف ليميتنج الدراج السيلف ليميتنج سيلف ليميتنج يعني هو بيوقف نفسه بعد فتره ليه بيوقف نفسه بعد فتره عشان هو بيخلي بيعمل ميتابوليك اسيدوزيس فبيخلي الدم سلايتلي اسيدك وهو اصلا في السلايتلي اسيدك ميديم ده مش بيشتغل يبقى كده عمل سيلف ليميتنج ايفكت ووقف نفسه بعد فتره طبعا تمام كاربونيك انهيدريز انهبيتورز ارن generally prescribed because of its side effect ولا هي مش مشهوره قوي هي مشهوره في صوره قطرات يا شباب لقوها سيفزولامايد ده موجود في صوره قطر زي تمام لان بيستخدم في الجلوكوما زي ما هنقول دلوقتي ايه السايد افكت اللي عشانها مش بيستخدم سيستماتيك او مش بيستخدم اورال اللي هو كاليوريسيس تمام كاليوريسيس يعني ايه بيزود الاكسبريشن بتاع البوتاسيوم في الدم يعني بيعمل هايبوكاليميا تمام ميتابوليك اسيدوزيس اللي قلناها من شويه وطلع البايكربونات ويزير سيلف ليميتنج كرايتيريا اللي هو او نيتشر اللي هو ايه ان هو بيوقف نفسه بعد فتره عشان بيخلي الدم اسيدك والاسيدك مش بيشتغل في الاسيدك تمام زي ار كومنلي يوز توداي استخدامهم الاساسي اللي انا لسه قايله اللي هو جلوكوما وابيليبس جلوكوما وابيليبس تمام طب ازاي بيشتغل شيلوا الغلطات في الصفحه دي كلها شيلوها انا كنت الصفحه كلها مش مغاية ما تقول شيء والغلطات السايت اوف كربونيك انهيدريز الكربونيك انهيدريز بتشتغل ازاي او الانزيم بيعمل ايه
الانزيم بيعمل ايه؟ قال الخلية عندي تمام، وفي عندي هنا تشانل تمام بتدخل الصوديوم وتطلع البروتون، يعني حاجه اكس تشينجر كده. اكس تشينجر قلنا قلناها المره اللي فاتت، انواع اكس تشينجر بيكو ترانسبورتر. فدي اكس تشينجر بتدخل واحد وتطلع واحد، بتدخل الصوديوم يعني بتعمل له ايه؟ ري ابسوربشن، بترجعه للدم. ما هو ده اعتبر دي الحته دي هي اليورين وده هو البلد. فهنا ايه؟ هي بترجع الصوديوم جوه، يبقى كده عملت ايه؟ ري ابسوربشن تمام. هنشوف السايكل اللي ماشي دي دلوقتي وهقول لكم الكربونيك انهيدريز والادويه دي هتشتغل ازاي تمام. هنا عندي باي كربونيت اتش سي او 3 سالب تمام، في وجود البروتون ده هتديني الكربونيك انهيدريز انزايم ميه زائد سي او 2. السي او 2 هيرجع تاني هنا يديني سي او 2 ميه، ده موجود في كل مكان الميه، يديني بالكربونيك انهيدريز، يديني كربونيك اسيد اتش او 3 وده بنفسه هيتحول اتش سي او 3 سالب تمام. ركزوا معايا كده، بصوا اللي بيحصل ان ادي سي او 2 وميه تمام؟ بواسطه الكربون دايب سايد وميه، الميه موجوده في كل مكان في الجسم. فدول باستخدام كربونيك انهيدريس انزايم هيدوني كربونيك اسيد H2CO3، ده كربونيك اسيد. حلو؟ الكربونيك اسيد ده وهيت اسيد فبيحصل له ديسوسيشن، بيحصل له ديسوسيشن تمام؟ بيتحلل بيديني بروتون وايه؟ وباي كربونين. بروتون وباي كربونين تمام؟ طيب يجي هنا البروتون ده تمام يطلع، ومين يدخل بداله؟ الصوديوم. طيب البروتون هيلاقي باي كربونيت هنا، يروح يتحد معاها كربونيك انهيدريز يديني ايه؟ الكربونيك اسيد، وده يديني H2O وكربون دايكسيد، الكربون دايكسيد يرجع يتحد مع الميه وهكذا. شايفين الاسهم دي شغاله ايه؟ ورا بعض دايره. طول ما السايكل دي شغاله، طول ما مين بيدخل؟ الصوديوم بيدخل. تاني ادي هنا عندي يعني ابتديها من اي مكان، بس ابتديها من هنا احسن. سي او 2 وميه هتاخدوا مع بعض بواسطه مين؟ كربونيك انهيدريز انزايم، الانزيم اللي احنا بنتكلم عنه زي كونتيننج انزايم، هيديني كربونيك اسيد. كربونيك اسيد هيتحلل للويك اسيد يديني بروتون وباي كربونين. البروتون يطلع ويدخل بداله الصوديوم، البروتون هيلاقي باي كربونين بره يتحد معاه يديني كربونيك اسيد يتحلل H2O ميه H2O وCO2، الCO2 يرجع هنا وهكذا. CO2 يرجع يلاقي ميه يتحد دي كربون وهكذا. السايكل دي طول ما هي ماشيه كده، طول ما الصوديوم ايه؟ يعني بيحصل له ايه؟ بيقدر. انا ما اتكلمتش عن حاجه دلوقتي، ده الفسيولوجي اللي بيحصل في الجسم. ده الطبيعي. الادويه هتعمل ايه؟ بتعمل انهبيشن للانزيم. بس كده. هل السايكل دي هتمشي؟ لا. هل الصوديوم هيرجع؟ منع الريابسوربشن بتاع الصوديوم تمام؟ يبقى دي يا شباب فكره. وبالتالي لما منع الصوديوم ريابسوربشن الكربونيك الباي كربونيت ده ايه؟ هيطلع تمام؟ هو برضه مش هيرجع تاني ومش هيتنام في السايكل فهيطلع. فكده ايه؟ منع الريابسوربشن بتاع الصوديوم وطلع الباي كربونيت، فكده عمل كتوليك اسيدوزيس وعمل ديوريتيك تمام؟ يبقى دي الفكره. السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها جابت لهم المعادله دي، مع حاجه غريبه ان هي تجيب معادله زي كده، كانت عايزاهم يكتبوها تمام؟ لقيت دي اللي على جنبي ان تقول H2O وCO2 كربونيك انهيدريز او بروتون وباي كربونيت بالكربونيك انهيدريز بدون H2O وميه تمام؟ يعني حاجه غريبه الصراحه، المفروض حاجه زي كده حاجات فسيولوجي مش تبعنا تمام. بس برضه ايه، انا شرحتها عشان تبقوا فاهمين خلاص. يبقى طول ما السايكل دي شغاله تمام، طول ما السايكل شغاله الصوديوم بيرجع. انا هوقف السايكل دي هضطر اعمل انهبيشن كربونيك انهيدريز، فبالتالي الصوديوم مش هيرجع، يعني مش هيحصل له ري ابسوربشن. كده عملت انهبيشن للري ابسوربشن بتاع الصوديوم.
طيب ال structure activity relationship تركزوا عليها جدا، مهمة خالص دي. وانا قلت من زمان، قلت في اي مكان هنقول صار يبقى تعرف ان ده ايه مهم. تمام؟ فهنا الصار عشان الناس برضو مكانتش موجودة، الصار بيتكلم عن علاقة الاستراكشر بالاكتيفيتيز، علاقة الاستراكشر بالاكتيفيتيز. فانا بغير في الاستراكشر وبشوف نتيجته على الاكتيفيتي، بقول مثلا الكربوكسيليتي اسينشال او الكربوكسيليتي امبورتنت، ينفع اشيلها واحط مجموعه غيرها. تمام؟ فهنا عندي قبل ما اقول الصار الرسمه اللي على جنب دي، تمام، دي بتوضح لك الانتر اكشن ما بين مين ومين، الدواء والانزيم. اهو الدواء في النص ده، بص الدواء فين اللي هو اس، لو البوند او ضرب بوند او ان اتش 2. تمام كده، وهنا عامل لك سكافول. السكافول دي اللي هي عندي في الاسيتازولامايد كانت ايه؟ الحلقه. الحلقه، وبعد كده حطيت لك ايه؟ هيدروفيلك بلو كده، هيدروفيلك بلو. تمام، يعني الدواء ده الديزاين بتاع الدواء، الدواء المفروض يبقى كده. تمام، هنشوف بعد شويه ان مجموعه السلفامويل دي فيري اسينشال، زي ما قلناها المره اللي فاتت، خلي بالكم قلناها ان هي فيري اسينشال برضه. تمام، ان بتعمل انتراكشن مع التارجت، وهنا نفس الفكره بالظبط، فيري اسينشال ان بتعمل انتراكشن. شايفين عامل انتراكشن مع مين؟ تحت. ها؟ مين بس؟ الزنك. احنا مش لسه قايلين من شويه ان الزنك مهم جدا، لازم الدواء يعمل مع انتراكشن. مين هيعمل مع انتراكشن؟ عشان بيجي اسئله في الحاجات دي، بيجي فيها اسئله في البلد، ان يقول لك ايه سؤال ام سي كيو مثلا، امينو جروب اوف سلفامايل جروب ان اسيتازولامايد انتر اكت ويز زنك معرفش ايه معرفش مين معرفش ايه نمط الغلط، يبقى بتعمل انتراكشن مع مين؟ مع الزنك. فلازم نبقى عارفين الكلام ده. تمام؟ وفوق بتعمل هيدروجين بوند مع الجلوتامين. تمام؟ والسيريامين دي اتش ار، اللي هو السيريامين لو مش واضح عندكم دي دي اتش ار، سيريامين وجي ان ان اللي هو جلوتامين، خدتوا الباي كيمستري واخدين الامين اسيد. تمام؟ والهيدروفوبيك الناحيه الثانيه اللي هي دي، تمام؟ بتعمل انتر اكشن مع الليوزين والبرولين والفالين والفينايل الانين، كل دول، وتحت مع الاسبارجين والجلوتامين اسيد والجلوتامين. انا اللي يهمني جدا 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 لازم تعرفوه هو الجزء بتاع السلفامويل. تمام؟ والتانيين بس التانيين مش مهمين قوي، المهم اكتر هو ده. طيب ال ادي الاسيتازولامايد رسمهولك مره ثانيه بس متشقلب يعني. تمام؟ اول نقطه بيقول لك السلفامويل جروب از اسينشال. خلاص قلنا كلمه اسينشال معناها ايه؟ ضروريه. يعني اي لعب فيها ممكن يضيع الاكتيفيتي خالص. يبقى از اسينشال فور ان فيترو اكتيفيتي اند فور ديوريسيس برودكشن ان فيترو، يعني مهم ان فيترو ان فيترو. تمام؟ دي السلفامويل، عشان كده ما ينفعش نقرب عليه. وفي اغلبيه الدياليتكس اسينشال. تمام؟ رقم اثنين، ذا سلفامويل ان اتوم ماست ريمين ان سبستيتيوتد. ده كمان ده مش بس مهم وخلاص، السلفامويل ده قال لك لازم دي ان اتش 2 تبقى فري. يعني لو جاب لك في الامتحان، اديني بقول كده، لا يبقى دي الاكتيفيتي ضايعه. يعتبر ان اكتف ماست بي ان سبستيتيوتد، لازم تكون ان سبستيتيوتد عشان تقدر تعمل انتراكشن مع الزنك ومع الامينو اسيدز اللي فوق. تمام؟ يبقى دي ماست بي ان سبستيتيوتد تو ريتين ذا ان فيفو اند ان فيترو اكتيفيتي. طب رقم ثلاثة، سبستيتيوشن اوف اميسايل جروب اون وان اوف اسيتازولامايدز رينج نيتروجين يلد ميسازولامايد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا قلنا ادي الحلقة الخماسية عليها ايه؟ اثنين ان بالمنظر ده كده. قال لك لو عملت سبستيتيوشن لواحدة فيهم كده وحطيت لها ميسايل جروب، تمام، وكملت بقيه الاستراكشر كده، قال لك دي هتديني اكتيفيتي على كويسه، يعني عادي مش هتفرق في الاكتيفيتي. تمام، يبقى يقصد الجمله دي تاني، سبستيتيوشن اوف اميسايل جروب اون وان او اسيتازولامايد رينك نيتروجين، يعني واحده من النيتروجين بتوع حلقه السايدايزول بتاعه الاسيتازولامايد. ما هو مرسوم فوق، الاسيتازولامايد مرسوم فوق. يعني انت تقرا الجمله دي وتبص على الميسازولامايد فوق.
هتلاقي هو الاسيتوزولاميد بس حاطين له مجموعه ايه ميثايل عن نيتروجين من ناحيه الاسيتوزولاميد. تمام. ريتين كاربونيك هيدريز اكتيفيتي كويس. سالفاموين جروب ماست بي اتاش تو اروماتيك رينج او اروماتيك مويت. يبقى مش بس ان هو يبقى يعني كده. السالفاموين قلنا عليها ثلاث حاجات: السنشن كلها على بعض، السنشن الام لازم تبقى فري، والحاجه الثالثه لازم تكون متصله بأروماتيك. أروماتيك مش معناها حلقه بنزين بس بالظبط. حلقه بنزين دي حاجه من الأروماتيك، لكن السيد ده يزول أروماتيك. تمام. يبقى لازم تكون متصله بأروماتيك مويتي. اخر نقطه بيقول لك الدريفيتيفز ويز هايست ليبيد ووتر سوليبيليتي او ليبيد ووتر بارتيشن كوفيشن اللي هو اللوج بي. عارفين تركيز الدواء الاورجانيك على الاكواس اللي هو بارتيشن كوفيشن، ده بيديني دلاله على اللايف ليست بتاع المركب. كل ما زاد البارتيشن كوفيشن كل ما المركب كان ايه لايفوفيل. تمام. فهنا اللوج بي زياده اللوج بي ولوست بي كي اي. لوست بي كي اي يعني الدواء يبقى ايه اسيتك شويه. تمام. كل ما قلت بي كي الاسيتك بتزيد. هاف ذا جريتست كربونيك انهيدريز اند ديوريتيك اكتيفيتي. كويس خالص الدرجه. يبقى تزود لايفوليستي وتقلل البي كي اي او بين قوسين تزود اسيتك. تمام. طيب ده بالنسبه للسار بتاع ايه مهم جدا السار ده. تمام. تاني مجموعه تبع الكربونيك انهيدريز انهبيتورز بره، يعني دي الدايكلورفينامايد تبع الكربونيك انهيدريز انهبيتورز اللي هي اسمهم دايكلورفينامايد. داي كلور يبقى في ايه؟ اثنين كلور. فين؟ يعني في ناين او حالات بنزين. امايد يعني في امايد. امايد في الاستراكشر هنشوف دلوقتي. ادي حلقه البنزين. تمام؟ وعليها اثنين كلور. كلور كلور. تمام؟ وهنا فيها SO2NH2 وهنا فيها SO2NH2. تمام؟ يعني هنا ادي ال SO2 وال NH2 موجود، بس موجودين مجموعتين مش مجموعة واحدة. تمام؟ ال NH2 بتاعتها فري متصلة بأروماتيك. هنشوف برضه السار بتاعهم دلوقتي. دول يا شباب اسمهم بنزين داي سلفونامايد. الكيميكال كلاس دي قلت لكم قبل كده في فرق بين الفارماكولوجيكال والكيميكال. لما يقول لي فارماكولوجيكال كلاس يعني بيدور على ايه الفارماكولوجي بتاعه، يعني مثلا اوزموتيك ديريت دي فارماكولوجيكال كلاس. تمام. لكن لما اقول داي كلورفينامايد لا دي كيميكال كلاس، او بنزين داي سلفونامايد دي كيميكال. تمام. يبقى هنا بنزين ادي حاله البنزين داي سلفونامايد اثنين سلفونامايد. يبقى ده بنزين داي سلفونامايد ده الكيميكال كلاس بتاعته. از از اكتف از اسيتوزولامايد ان فيترو، يعني زي الاسيتوزولامايد في الاكتيفيتي بالظبط. تمام. السار بتاعه ده الاستراكشر موجود على جنب. السار بص كده، السار قسمه لاربع اجزاء. حاطط لك هنا كده مربع، هنا مربع، وهنا وهنا وهنا. تمام. ايه المربعات دي؟ في المربع اللي فوق هنا ده على الشمال قال لك ده لازم يكون فيه او يفضل يكون فيه CLBrCF3NO2، يعني الكترون وسترونج جروب. الكترون وسترونج جروب اللي هي الهرج بي ار هرج، سي ال ده هرج، السي اف 3 ده هرج برضه، الكترون سترونج يعني NO2 الكترون سترونج. يبقى لازم يكون فيه الكترون وسترونج جروب. وفي المركب بتاعنا الدايكلورفينامايد في ايه؟ كلور. تمام. طيب اللي تحتيها على طول السلفونامايد قال لك ايه السلفون او السلفامايد ان سبستيتيوتد، نفس الثلاثه اللي قلناهم فوق، نفس الثلاثه السنشن ان سبستيتيوتد النيترو بتاعتها، والحاجه الثالثه متصله بارامايد. يبقى نفس الثلاثه ان سبستيتيوتد سلفامايد مايتي باراماونت فور اكتيفيتي. يعني ايه باراماونت؟ يعني اسينشال. هي كلمه باراماونت يعني متطلب رئيسي، يعني اسينشال. تمام. باراماونت امبورتنس. بعد كده الناحيه الثانيه السلفامويل، الناحيه الثانيه دي احنا ايه فوق قلنا سلفامويل واحده ولا اكتر من سلفامويل اسينشال؟ واحده. يبقى اذا دي قلنا عليها اسينشال، يبقى دي ممكن ايه اغيرها، ممكن اغيرها مش اسينشال بالظبط. يعني موجوده ماشي كويس تمام، مش موجوده مش مشكله ابدلها بحاجه ثانيه.
تعالى اقراها كده. قال لك SO2 NH2 يعني سلفامويل جروب كان بي ريبليسد ويز سيميلارلي الكتروفيليك جروب، يعني ممكن تبدلها بالكتروفيليك جروب زيها شبهها. تمام؟ زي مين الالكتروفيليك جروب اللي شبهها؟ كاربوكسيل اللي هي سي دبل بوند او او اتش والكربامويل. تمام؟ هي سي دبل بوند او ان اتش 2. ممكن تبدلها بكده او كده. That may increase diuretic activity يعني بيزود ركزوا في الجملة دي عشان حد يقول لي معناها ايه. May increase diuretic potency while decrease carbonic anhydrase in nucleic acid. يعني كلام يعني increase diuretic و decrease carbonic anhydrase. كلام عكس بعض الخصوص صح؟ يعني ايه؟ حد يعرف؟ برافو عليك. بميكانيزم تاني يعني دي معناها ان هي بتزود الديوريتك وبتقلل الكربونيك انهيدريز، يبقى معناها ان هي ادت الديوريتك ايفكت بس الميكانيزم ايه؟ تاني غير الكربونيك انهيدريز انهبيتري اكتيفيتي. تمام؟ يبقى تاني انكريز ذات مي انكريز ديوريتك بوتنسي بتزود الديوريتك بوتنسي بس بتقلل الكربونيك انهيدريز انهبيتري اكتيفيتي. يعني الكربونيك انهيدريز قلت شويه بس الديوريتك ككل زادت، يبقى معنى كده ان هي بتشتغل بايه؟ بميكانيزم تاني. الجمله اللي فوق ما ننساهاش امينو ان اتش 2 انكريز سيلوريتك اكتيفيتي. اتفقنا يعني ايه سيلوريتك؟ السلاين صوديوم كلورايد. تمام؟ بات ديكريز كربونيك انهيدريز اكتيفيتي اجين نفس الكلام ان هي بتزود الدايريتك او السيلوريتك اللي هو الدايريتك ككل لكن بتقلل الكربونيك انهيدريز يبقى بتشتغل ميكانيزم تاني. تمام؟ الهاي سيلينج دي قلناها المره اللي فاتت. تمام؟ وقلنا السلفامويل، قلنا كريسمايد، ميوتانايد، وقلنا كوريسيمايد، ووقفنا عند مين؟ فينا الفينوكسي اسيتيك اسيد. دي لو وقفنا عندها صح؟ طيب. الفينوكسي اسيتيك اسيد. عايزين تفضلهم خالص؟ انا خليتها على اثنين. خليها على اثنين. طب لو ضايقتكم نبقى نقفين. تمام؟ طيب ركزوا معايا كده. بتقول لي الكلاس ده اسمه ايه؟ فينوكسي اسيتيك اسيد. اسيد رمزه ايه؟ سي اتش 3 سي او او اتش. فينوكسي عليه يبقى دي هتبقى سي اتش 2 وهنا كده او حلقه بنزين. هو ده الفينوكسي اسيتيك اسيد. تمام؟ يبقى ده اسم الكلاس. الدواء اللي هناخده كمثال اسمه ايساكرينيك اسيد. ايساكرينيك اسيد وهقول لكم بعد شويه الايساكرينيك دي جت منين. الاتش اي سي اسيد دي من الاسيتيك اسيد. والايسا الايسا المقطع الاولاني هقول لكم جه منين. طب ده الايساكرينيك اسيد هنا اسيتيك اسيد وهو فينايل يبقى فينوكسي. تمام؟ ده فينوكسي اسيتيك اسيد هنا عليه اثنين كلور CNCN وهنا عليه المجموعه دي اللي هي دبل بوند او دبل بوند كده. تمام؟ تمام؟ ايه بص يا شباب خدتوا اللي ما اعرفش حطها في الاورجانيك ولا لا اللي انا حاطط عليه دايره ده اسمه ايه؟ او لما اعمل كده ده كده اسمه ايه؟ الاسيد ده اسمه ايه؟ بيروكسيد. لا ده اكريليك اسيد يا شباب. الشكل ده اسمه اكريليك اسيد. لا خدتوها اكيد. ده اكريليك اسيد. انت فاكر كل اللي خدتوه؟ طيب. الار والاسم مش فاكر انت ولا مش دي كانش فيها. المهم ده اكريليك اسيد تمام؟ فهنا لما اجي اللي فوق ما فيهوش او اتش في دبل بوند او بس فاسمها اكريلويل مويد. اكريلويل مويد عشان هيتكرر اسمها اكريلويل مويد وعليها مجموعه ايسايل يبقى ايسايل اكريلويل مويد عشان كده جت اسميها ايه؟ ايساكرينيك. ايسا عشان ايسايل اكري عشان ايه؟ الاكريلويل مويد اكريلويل مويد. تمام؟ يبقى دي الاكريلويل ده وادي حلقه بنزين عليها الكتروسترونج جروب التسميه
ما فيهاش حاجة اللي هي في نوكس أسيتيك أسيد، ده البيرن أهو، ده الأساس البيرن تمام، وهيبتدي يقول السبستيتونت الموجودة على حلقة البنزين اللي هي ايه، دي 1 2 3 4، يبقى ده 2 و3 داي كلورو، وبعد كده في رقم 4 في ايه؟ من بره لجوه تمام؟ بس هنا مش هيقولوا اكريليك، لا هيرقموا كده، ادي اللونجست تشين 4 كربون، 1 2 3 4، 4 بنقول عليها بيوتانويل، بيوتانويل، بيوتان 4 كربون، فيها دربون تقوم تبقى نضيف لها مقطع اويل زي بنزويد كده، فده بيوتانويل، وعليها ايه في رقم 2؟ الدبل بوند سي اتش 2 اللي هي اسمها ميسيلين، دي كده المجموعه دي اسمها ميسيلين، يبقى كده في رقم 4 افتح قوس 2 ميسيلين بيوتانويل، وبعد كده اقول ايه فينوكسي اسيتيك اسيد تمام؟ اقول فينوكسي اسيتيك اسيد، اقولها تاني التسميه، ادي البيرنت بتاعي اللي هو فينوكسي اسيتيك اسيد، العنوان بتاع الدراسه عليه كام سبستيتوان؟ 3 2 و3 داي كلورو، ادي اول 2 سبستيتوان، في رقم 4 مجموعه كبيره من بره لجوه تمام؟ طب من بره هنا قلنا دي السلسله الرئيسيه بتاعتنا دي بيوتانويل، وعليها ايه من بره هي المجموعه دي في رقم كام؟ 2، يبقى 2 ميسيلين بيوتانويل، 2 ميسيلين بيوتانويل تمام؟ وبعد كده في نوكسي اسيتيك اسيد. طب الادفيرس افكت بتاعته، فاكرين ان قلت لكم حاجه المره اللي فاتت على السلفر؟ قلنا اي مركب واغلبيه الدايوريتكس فيهم سلفر فكده ليهم عرضه انه يعملوا ايه؟ هايبر سنسيتيفيتي تمام؟ الدواء الجميل ده فيه سلفر يبقى مش بيعمل هايبر سنسيتيفيتي، كاتبها في العنوان يوزز از فيرسمايت بات نوت كوز هايبر سنسيتيفيتي. الادفيرس افكت بتاعتهم زي المجموعات الثانيه هايبوكاليميا، يبقى الهاي سيلينج دايريتك قلناها المره اللي فاتت بتعمل هايبوكاليميا، الكربونيك انهيدريت لسه قايلينها من شويه بتعمل هايبوكاليميا، لما قلنا بتعمل كاليوريسيس، وقلنا كاليوريسيس معناها بتزود السيتيشن بتاع البوتاسيوم يعني هايبوكاليميا تمام، وهنا بيعملوا هايبوكاليميا تمام، وهايبر يوريسيميا دي قلناها في ثاني سطر او ثاني ثالث رابع سطر في المذكره اللي هو الجو زياده ايه ترسب اليوريك اسيد. ميتابوليك ديس اوردرز بتعمل ميتابوليك ديس اوردرز ولكن ليس ليها ايه هايبر سنسيتيفيتي عشان ما فيهاش سلفر. ديفلوبمنت اوف ترانسيانت اوف بيرمننت ديفنس يعني بيعمل صمم تمام يا اما مؤقت يا اما دائم. اي نعم ده رير يعني نادر بس ايه بيحصل؟ يبقى بيحصل اوتو توكسيستي اللي هو الديفنس وجي اي بي افكتس بتحصل برضه كسايد افكت للسكرينيك اسيد تمام؟ السار بتاعته ركزوا كده في السار، اول حاجه اوكسي اسيتيك اسيد، ادي الاوكسي اسيتيك اسيد اهو ده كده. الاوكسي اسيتيك اسيد دي مالها؟ لازم تكون في البارا بوزيشن او في بوزيشن رقم واحد على البنزين. تمام؟ فدي ايه؟ لازم نكتب هنا رقم واحد، لازم تكون في البوزيشن رقم واحد على حلقه البنزين اللي هي الفينوكسي. تمام؟ الاوكسي اسيتيك اسيد. اوكسي اسيتيك اسيد. تمام؟ طب تاني حاجه ركزوا في الجمله دي. صلف هيدرال رياكتيف اكريلويل مويت. فين الصلف هيدرال؟ لما هو المركب ما فيهوش صلف. امال ايه صلف هيدرال رياكتيف اكريلويل مويت دي؟ يعني ايه صلف هيدرال رياكتيف اكريلويل مويت دي؟ ممكن نحط صلف؟ لا مش هنحط صلف. دي يا شباب معناها الجمله دي معناها المجموعه اللي بتتفاعل مع الصلف هيدرال، مجموعه الاكريلويل اللي بتتفاعل مع الصلف هيدرال، يبقى الصلف هيدرال ده فين؟ في الجسم. بالظبط في التشانل او في التارجت بتاعي. تمام؟ يبقى دي معناها صلف هيدرال رياكتيف اكريلويل مويت، يعني مجموعه الاكريلويل اللي بتعمل انتر اكشن مع الصلف هيدرال، الصلف هيدرال اللي هي الاس اتش. مين في اس اتش في الجسم؟ ايه الامينو اسيد في الاس اتش؟ سيستين. يبقى معنى كده ان المجموعه اللي بتتفاعل مجموعه الاكريلويل اللي بتتفاعل مع
السيستين. طب ما انا مجموعه الاكريلويد يعني هو كل ده يقصد الحته دي، يقول لك ان الحته دي لسه ما عملتش حاجه، بيقول الحته دي ما هي الحته دي؟ ايه لوكيتد بره تو اوكسيسيتك اسيد، لازم تكون في البره يعني، دي في واحد ودي في اربعه لازم اسينشال. يبقى دي اول نقطتين، دي في الواحد ودي في البره. رقم ثلاثه اكتيفيتنج جروبس زي الكلور والميثايل اوكيوباي ايزر ذا 3 بوزيشن اور 2 اند 3 بوزيشنز. يعني ايه دول؟ يا اما في ثلاثه بس يا اما في اثنين وثلاثه، مش في اثنين. السنه اللي فاتت كان بيديهم دكتور احمد صفت الجزء ده، قال لا الكلينيكال مش الكلينيكال، وجاب لهم سؤال احتيالي بيقول لهم مين اكتف في دول ومين مش اكتف، تمام؟ فكان من ضمن الحاجات ان جايب لهم مره الكلور في رقم اثنين بس، مره الكلور في رقم ثلاثه بس، مره الكلور فيهم هما الاثنين. فيبقى مين اكتف ومين مش اكتف؟ اللي في الاثنين اكتف، اللي في ثلاثه اكتف، اللي في اثنين لوحدها مش اكتف. تمام؟ يبقى هنا تركزوا في السيرفل ايزر 3 بوزيشن، يا اما في ثلاثه يا اما في اثنين وثلاثه، لكن مش في اثنين بس. خلاص؟ رقم اربعه الكايل سبستيتوينت اوف 2 تو 4 كربون، ركزوا الكايل سبستيتوينت اوف 2 تو 4 كربون، يعني مجموعه الكايل طولها من 2 ل 4 مالها؟ ان لينس اوكيوباي ذا الفا بوزيشن او بوزيشن الفا تو ذا كربونيل اوكس اكريلويد مويت. فين الكربونيل بتاع الاكريلويد؟ اهي دي الكربونيل. فين الالفا كربون ليها؟ يعني الكربون اللي جنبها دي. بيقول لك ان الالكايل جروب اللي على الالفا اللي على الكربونه دي يعني تكون 2 4، هنا كام؟ 2. يعني مع يعني هو يقصد الحته دي، دي تكون 2 4 تقول لا واحد اثنين كربونتين تبقى كده ثلاثة ماشي كده أربعة بس من يعني ما ينفعش تبقى كربون واحدة وما ينفعش تبقى خمسة خلاص يبقى من اثنين لأربعة تمام آخر نقطة هيدروجين أتومز أوكيباي ذا تيرمينال بوزيشن أوف ذا سي دبل بوند سي أوكس أكريلويد موي فين الكلام ده اللي هم دول دي مش انا قلت دي سي دبل بوند سي اتش 2 اتش اتش هل دول لازم يبقوا موجودين بالمنظر ده لازم يبقوا موجودين 3 بالمنظر ده يعني ما ينفعش المجموعه دي احط عليها ايه سي اتش 3 مثلا وهنا مثلا انا اعمل سلسله ما ينفعش لازم تبقى سي اتش اه ممكن تسميها اسينشال تمام يبقى لازم اثنين هيدروجينز يبقوا موجودين على السي دبل بوند سي دي تمام يبقى سي دبل بوند سي اتش 2 لازم يبقى سي اتش 2 طب ده بالنسبه للسار بتاع الاسكرينيك او الفينوكسيستيك اسيدز رقم اربعه المجموعه الرابعه تمام اللي هي سايزايد اند سايزايد لايك دراجز سايزايد يبقى ايه سايزايد كيميكال كلاس فيها سلفر وفيها نايتر هنشوف دلوقتي سازايد سازايد هاز بين كلاس اوف ثيريتكس اند كومنلي يوزد فور اوفر 30 years بيستخدموا من زمان يعني they are the first orally active potent ثيريتك agent اول مجموعات بتستخدم يعني بتستخدم من زمان خالص الناتريوريتك ناتريوريتك يعني ايه؟ صوديوم سكريشن صوديوم without upsetting the normal acid base balance اه مش بتاثر يعني مش بتعمل ميتابوليك اسيدوزيس ولا ميتابوليك الجالوزيس تمام يبقى without upsetting يعني مش بتعمل لا ميتابوليك اسيدوزيس ولا الجالوزيس تمام الصار بتاعهم او الاستراكشر بتاعهم في الاول ادي الاستراكشر حلقه بنزين تمام وهنا فيها حلقه سداسيه جنبها الحلقه السداسيه اللي جنبها دي فيها نيتروجين ونيتروجين وسلفر. حد يقول لي الحلقتين دول اسمهم ايه على بعض كده؟ بنزو سايا داي ازا لا مش اول دي سداسيه تبقى ايمي
لا مش بنزو ديزل، دي حاجة تانية بتسيل الناس. تمام، دي بنزو، بنزو سايل دايازين، دايازين بنزو سايل دايازين. تمام، بنزو سايل دايازين مكتوبة في التسمية بتاعها؟ لا مش مكتوبة. بنزو سايدازين مكتوبة في التانيين، في الاثنين اللي بينهم. بنزو سايدازين ويحدد الأرقام بتاعتهم، واحد اثنين أربعة، يبقى واحد واثنين وأربعة بنزو سايدازين. ما مكتوبين في الاثنين اللي بعدهم، مكتوبين بتاعتهم بنزو سايدازين. تمام، وعندك بقى بقيت substituent، هنا السلفر عليها دبل بوند او دبل بوند او، وهنا دي بتبقى في اغلب الاحوال ان اتش، هنا دبل بوند، وفي في رقم 6 كلور، وفي في رقم 7 اس او 2 ان اتش 2. لا هو في الغالب مش تجي لك، يعني لو جت تسميه تجي لك ام سي كيو مثلا او حاجه. انا قلت لك في الاول يا تفهمها يا تحفظها، لا هتحفظها هتتلخبط، هتحفظها هتاخد وقت وهتتلخبط. ليه يعني؟ هيكفي. لا هو بعدين ليه يعني؟ هو لو جابها اورجانيك اصلا، لو جابها بالام سي كيو ممكن مثلا يقول لي مثلا انهي من المؤشرات او المركبات دي الاكثر اكتيفيتي ويجيب تسميه بس. ازاي يعني؟ يعني مثلا مين المور اكتيفيتي ويجيب تسميه بس ما يجيبش ستراكشر؟ لا لا، لو جاب التسميه هيجيب لك الاستراكشر معاه. تمام، الموضوع بيبقى سهل، بس الفكره اللي هي اصلا التسميه يا جت نقطه يا بالكثير نقطتين ما فيش يعني. طيب اصل انا مش يعني بس بقول لك انت لو هيبص للتسميه يبقى يبص لها يفهم مش يحفظها. مش ممكن ما تجيش خالص، السبب ما تجيش ولا اي تسميه ولا اي خالص. لما بفهم حاجه وبعد كده تعمل كده بحس ان المكان هنا مختلف تماما. تمام، فهنا عندي السايزايتس الاولانيين دول سايزايتس. تمام، فيهم هنا دبل بوم وهنا ار وهنا دي ار، كده دول سايزايت. تمام، دي مجموعه من سايزايت اسمها، المجموعه اللي جنبها اللي هي هايدرو سايزايت، يبقى ايه هايدرو؟ حتى هيدروجين يعني عمل ريدكشن دبل بوند دي كده، عمل ريدكشن، شايف الفرق الوحيد بين اول استراكشرين هو دبل بوند، واحد فيه دبل بوند يبقى سايزايت، واحد ما فيهوش يبقى هايدرو سايزايت. تمام، وتحت كاتب لك ان الار دي ممكن تكون هي في الغالب الكترون دروينج زي كلور بروم تراي فلوروميسايد هايلي اكتف از فلوروسايد اند هايدرو سايزايد، يبقى ايه الكلور او بروم او تراي فلوروميسايد. تمام، الامثله اللي عليهم واحد على السايزايد وواحد على الهايدرو سايزايد. بص السايزايد اسمه كلور سايزايد، كلور سايزايد عشان الار بتاعته ايه كلور، يبقى ده فلور سيزايد في دبل بوند هنا بين 3 و 4. تمام، والتسميه بتاعته هي اللي احنا قلناها بنزين او بنزو سايدازين، بس اقول الارقام في الاول اللي هي 1 و2 و4. تمام، وفي الاخر هقول ايه البيرنت اللي هو 7 سلفونامايد، 7 قلنا دي لو بيرنت تبقى اتقال عليها سلفونامايد، لكن لو سبستيتوينت اتقال عليها سلفامايد، فدي بنزو سايدازين 7 سلفونامايد عليها كام سبستيتوينت زياده؟ هم الاثنين او دول والكلور، الاثنين او اسمهم داي اوكسو، واحد واثنين داي اوكسو، والرقم 6 من 6 الكلور، يبقى 6 كلورو، واحد واحد داي اوكسو، 2 اتش عشان اتش دي، ان المفروض المركب اصلا يبقى فيه دبل بوند هنا فعشان ما فيهوش، وهنا محطوطه اتش فبيقول 2 اتش. تمام، 2 اتش، 1 و2 و4 بنزو سايد ياسين، 7 سلفونامايد، اللي جنبه الهايدرو كلور سيازايد، هو بالظبط، بس ايه شال دبل بوند بين 3 و4، وهيزود في التسميه 3 و4 داي هايدرو، بس هي التسميه، يبقى بس زود عليها ايه 3 و4 داي هايدرو، والتسميه بقيها هي بالظبط.
تمام؟ تعالوا نشوف السؤال وركزوا في السؤال. The entire group in the three position slightly decrease activity. فين ال R دي؟ رقم 3 اللي هي رقم 3. قال لك دي slightly decrease بتقلل activity بس ايه حاجة بسيطة يعني. slightly يعني بسيطة. يبقى slightly decrease activity. 3 oxo derivative of chlorothiazide weak diuretic activity. ايه 3 oxo؟ يعني ايه 3 oxo؟ يعني فيها oxygen. يعني كده مثلا رقم 3 لو فيها دبل بوند او 3 ده هيحصل ايه الاكتيفيتي هتقل تمام. انتر تشينجينج ذا كلور اند سلفاموي يعني ايه انتر تشينجينج؟ هنا الكلور ب 6 والسلفاموي ب 7 لو بدل ده السلفاموي ب 6 والكلور ب 7 ايه اللي هيحصل؟ قال لك activity lower activity the activity هتقل تمام. في المركب رقم 3 ده لو قلت شال الار الثاني دي ناحيه السيل ولا ايه ده كلوروسيتاي مال شال الار اللي هي رقم 3 ناحيه السيل ده على اتش unsubstituted اتش عادي اتش ما هو لو مش عليها حاجه يبقى معناها عليها اتش مش موجوده هي بتبقى اكتيفيتي اعلى. لو عليها ميزايل هتبقى الاكتيفيتي اقل شويه. تمام؟ خلاص قلنا رقم 3 لو بدلنا سلفاموير بالكلور الاكتيفيتي هتقل. ريبليسمنت اوف 7 سلفاموير جروب ويز ال 7 سلفاموير دي لو بدلناها ب SO2CH3 او H الاكتيفيتي ايه؟ ليس اكتيف. اكيد ده لازم هنقول عليها ان هي اسينشال متصله بارماتيك نفس الثلاث حاجات اللي قلناها وان ال NH2 بتاعتها كريم تمام. سبستيتيوشن اوف N2 اور N4 ادي N2 وادي N4 مالهم؟ لو عملت لهم سبستيتيوشن بميثايل جروب ريديوس الاكتيفيتي كله بيقلل الاكتيفيتي من ساعه ما بدانا نشوف المجموعه دي بتقلل الاكتيفيتي. ميثايل ويز ميثايل جروب ريديوس ذا اكتيفيتي اند ميك ذا هيتيروسايكليك رينج از مور فولنربل تو هيدروليتيك كليفج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو عملت سبستيتيوشن على الان دي او دي الاكتيفيتي هتقل وهيبقى مور ميتابولايز ما هي مور فولنربل فور فولنربل يعني معرض ليه مور فولنربل تو يعني اكثر عرضه ليه هيدروليتيك كليفج اللي هو التكسير يعني يتكسر يعني الديوريشن اوف اكشن ايه؟ الدي او ايه يعني الديوريشن اوف اكشن تمام؟ انتروداكشن اوف انتروداكشن اوف ا مور كومبلكس سبستيتيوشن ات بوزيشن 3 يعني خلي بالك احنا قلنا اللي فاتت كانت ايه ميسايل او اكبر صغيره قللت سلايد شويه. طب لو خليتها مور كومبلكس يعني ايه مور كومبلكس؟ يعني خليتها مجموعة كبيرة كده زي مين اللي كاتبها؟ CH2S CH2 حلقة بنزين. المجموعة دي قال لك هيديني مركب اسمه بنز سيازايد. لو قلبت الصفحة هتلاقيه في الصفحة اللي بعدها على طول بنز سيازايد وده ايه؟ مور بودر. يبقى نخلي بالنا في رقم ثلاثة لو مجموعة صغيرة ميسايد أو إيسايد أو كده هتقلل حاجة بسيطة سلايد. لو حطيت كومبلكس كبيره هتزود ليه؟ مي بي الكومبلكس دي تكون بتعمل انتراكشن زياده على الشانل دي او على التارجت فبالتالي هتزود البوتنسيال تزود الاكل تمام؟ رقم 7 ريدكشن اوف سي 3 ان 4 فين سي 3 ان 4 دي؟ لو انت ريدكشن دبل بوند دي مالها؟ انكريز بوتنسي باي 3 تو 10 فولدز. يعني معنى كده مين مور اكتف؟ السيزايد ولا الهيدروسيزايد؟ الهيدروسيزايد من 13 مرات. يعني لو جبت لك مركبين نفس المركبين بس الفرق هنا في دبل بوند وهنا ما فيش يبقى مين احسن؟ اللي ما فيهوش دبل بوند. تمام؟ احسن من 13 مرات. بعد كده سبستيتيوشن اون ذا 3 بوزيشن اوف هيدروكلوروسيزايد الثلاثة بوزيشن من الهيدروكلوروسيزايد اللي هو اصلا يعني ما فيهوش دبل بوند. Having the most favorable effect on activity where يعني الاكتيفيتي بتاعتها هتبقى كويسة لو قلنا لو مجموعة كبيرة
وير الكايل سايكلو الكايل اند هالو الكايل اند ارايل الكايل جروبس all of which may be classified as hydrophobic in character. يعني الكلام الكبير ده يعني معناها في رقم 3 في الهيدروسيزايد تمام. لو حطيت لها مجموعه هيدروفوبيك ولا مزودت الهيدروفوبيك جروب كان افضل تمام. اللي هو مديك مثال برضو عليها المثال اللي عليها مكتوب ازاي CH2 هي بنزايل جروب كده بنزايل برضو هتلاقيه في الصفحه اللي بعدها مرسوم اللي هو اسمه بندرو بلوميسيازايد. بن يعني شايفين اسم بندرو بلوميسيازايد كل مقطع فيه ليه انديكيشن. بن عشان بنزايد اللي انا ضفتها. درو عشان ايه؟ الهايدرو. الهايدرو مش هو هايدرو كلوريسيازايد؟ هايدرو يبقى درو عشان هايدرو. فلوميس عشان تراي فلوروميسايد اللي فوق تراي فلوروميسايد تمام؟ والسيازايد طبعا عشان هو تبع مجموعه السيازايد تمام. بس مش فاضي لو في الجايد هنا مش بتجنن. ما هي هنا الجايد هي مش متوضح حجمها. هنا حجمها يقصد حجمها كبير شويه تمام. حجمها كبير شويه اللي فوق يقصد بيها السيازايد تمام. اخر نقطه بيقول لك سبستيتوينت ان ذا بوزيشن 3 السبستيتوينت على رقم 3 ده بيحدد البوتنسي والديوريشن اوف اكشن. هيأثر على البوتنسي والديوريشن اوف اكشن. وقلنا لو حطيت مجموعه كبيره كومبلكس او هيدروفوبيك الاكتيفيتي هتزيد خلاص. لكن لو ميسايل سلايتلي ديكريز تمام. دي كده السيزايد. طب سؤال لو قلت لك معايا كلوروسيزايد وهايدرو كلوروسيزايد اللي هما المركبين دول والمركبين التانيين رتبوهم كده على حسب البوتنسي. انا اربع حاجات كلوروسيزايد وهايدرو كلوروسيزايد وبنسيزايد وبندرو فلوميسيزايد. بندرو اول واحد كويس ليه؟ في مجموعه هايدرو وفي مجموعه كبيره. تاني واحد البنسيزايد بعدين الهايدرو بعدين السيزايد يعني بالترتيب بس من الورا تمام. طيب بعد كده عندنا شباب مجموعه اسمها سايزايد لايك دايوريتكس. هو ايه السؤال اللي بتبقى المستشفى كده كده؟ لا 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 مش كده. او حتى لو غلست الدكتوره زي ما كانت بتغلس هتجيب لك نقطتين كده تكتب نقطتين لكن بقول لك ايه الستار كله يعني. لكن هي في الغالب الستار بيجي في صوره ام سي كيو بصورة مثلا تجيب لك مركبين تقول لك مين فيهم مور اكتف وليه اجهز زي كده. هو ده لقيت ده بس كده انا كده تمام. طيب المجموعه دي اللي جايه اسمها سايزايد لايف دايريتكس. يعني ايه سايزايد لايف دايريتكس؟ يعني شبه السايزايد بس كان كلام في حاجه بسيطه يعني شبههم في الاكشن بس مش في الاستراكشر. دي معنى كلمه سايزايد لايف دايريتكس شبههم في الاكشن بس مش شبههم في الاستراكشر تمام. زي سلفونامايد ديريفيتيف برضه فيهم سلفونامايد. ملاحظين تقريبا كل الدايريتكس فيهم سلفونامايد ما عدا الايساكريد تمام. سلفونامايد ديريفيتيف ذات هاف سيميلر فيسيولوجيكال بروبرتيز هي سيميلر فيسيولوجيكال بروبرتيز نفس الفيسيولوجيكال بروبرتيز تو سايزايد دايريتكس but don't have the same chemical properties as cesar. يعني فيهم الفارماكولوجي هو السيزايد بس الاستراكشر مختلف. عندي ثلاث ادويه جمال اهو اللي هو كلور سانيدون تعرف بس تعرف عليهم كلور سانيدون واندافامايد واكسيفامايد تمام. اكسيفامايد دول الثلاث مش تحفظين بس تعرف ان ده سايزايد لايك دايركت والعادي ايوه كل ده عادي بس تعرف ان الجيم ستراكشر ده تبع كذا تمام. فدول اسمهم سايزايد لايك دايركت ما فهمش مجموعه. هل فيهم البنزوسايد يزيد؟ ما فهمش البنزوسايد يزيد. لو فيهم البنزوسايد يزيد كانوا بقيوا تبع السايزايد تمام.
uses of steroid and steroid like diuretics اللي هو اليوز بتاعتهم كلهم اللي هو treatment of edema علاج الإديمة and anti hypertensive وعلاج الضغط تمام كتبت كده الأسباب جنبها اليوز ثالث يعني acute renal failure acute renal failure ده يوز ثالث واكتبوا برضو جنبها not appropriate for long term use not appropriate يبقى ضيفوا دول معلش not for long term use due to side effects due to its side effects يروح واحد يقول لي ايه هي side effects هنقولها دلوقتي يبقى ايه الديفول كلمتين دول او سطرين دول ده استخدام ثالث غير الإديما والهايبرتنشن اللي هو ايه acute renal failure وده not appropriate for long term use due to a side effects due to side effects تمام ايه side effects بتاعتهم hypersensitivity عشان فيهم ايه سمبر وهايبوكاليميا ده اتفقنا عليه موجود في قلناه في الهاي سيلينج والاسكرينيك وقلناه في السيزايد وقلناه في الكربونيك انهيدريز تمام طيب الهايبوكاليميا دي حاجه كويسه ولا وحشه وحشه سايد افكت تمام سايد افكت فهي حاجه وحشه والبوتاسيوم ده مهم للقلب اساسا تمام فدي حاجه وحشه خالص علشان كده ليه مجموعه جميله ما بتعملش الايه الهايبوكاليميا بتعمل هايبركاليميا بسموها ايه بوتاسيوم سبيرنج دايريتكس سبيرنج يعني فانا بوتاسيوم سبيرنج دايريتكس اللي بتحافظ على البوتاسيوم تمام طب ادي واحد يعمل هايبر ولا واحد يعمل هايبو مدي الاثنين طب مع بعض احسن ادي الاثنين مع بعض وده بيستخدم فعليا بيدوا الاثنين مع بعض فواحد يعمل هايبر واحد هايبر فكانه ايه مفيش حاجه حصل تمام؟ طيب وهنقول المعلومه دي بعد شويه زي الار كلاسفايد انتو كيميكال ستراكشر اكوردنج تو كيميكال ستراكشر يعني كيميكال كلاسفيكيشن بينقسموا لثلاث مجموعات ستيرويدز فيهم ستيرويد النيوكليوس المفروض ان انتوا عارفينها 10 ولا ستيرويدز تمام؟ والبايرازينز والبيتريدينز هنشوف الاستراكشرز بتاعتهم اسماء جميله يعني زي اوفر كام ذا نيجاتيف فيتشر اهي اوفر كام ذا نيجاتيف فيتشر اول اذر دايريتكس اللي هم الهايبوكاليميا يعني هم مش بيعملوا هايبوكاليميا بيعملوا هايبركاليميا زي ما هنشوف دلوقتي اول مجموعه جميله فيهم اسمها استيرويدال الدوستيرون انتاجونز الالدوستيرون ده عباره عن هرمون بيفرز من الادرينال جلاند وبيعمل صوديوم اكسكريشن ووتر اكسكريشن فانا هنا هعمل ايه؟ هقفل له الريسبتور بتاعه هو موجود في الكوليكتنج دكت فاكرين المره اللي فاتت لما قلنا السايتس قلنا اخر مجموعه كده في الكوليكتنج دكت اللي كانت اخرها دي كان اسمها بوتاسيوم سبيرنج لو رجعت للرسم تمام؟ فهنا دول ايه بيشتغلوا في الكوليكتنج دكت تمام؟ وفي هناك الدوستيرون ريسبتور بيشتغلوا عليه بيقفلوا الريسبتور ده تمام ايه الاسترويد النيوكليس الاسترويد النيوكليس شباب اربع حلقات شافتين في بعض كده في اي مكان في الدنيا لقيت الاربع حلقات بالمنظر ده دي استرويد النيوكليس استرويد النيوكليس تمام التوقيت بتاعها بيبقى كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 ودي بنسميها رينج A رينج B رينج C رينج D تمام ده ايه الشكل بتاع الاسترويدال نيوكليس اي مركب تلاقوه شكله كده يبقى ده استرويدال هتاخدوهم استرويدال هرمونز في سنه رابعه ان شاء الله الترم الثاني تمام يعني بعد سنه ونص من دلوقتي يكون بقى تكه كده وهو طيب
The most used drug of this group, الدواء اللي بيستخدم كتير في المجموعة دي اللي هو اسمه سبيرونولاكتون. سبيرونو وهنشوف تفسير اسمه، لأن أنا قلت لكم حاولوا تربطوا الاسم بالستراكشر عشان ده هيسهل لك إن لو جبت لك الستراكشر طالما الاسم، أو لو يعني جالك الاسم برضه هتبقى تقدر تربطه بالستراكشر. تمام؟ هيسهلك أنت وبتذاكر يعني. The most used drug of this group acts by competing with aldosterone at the receptor sites responsible for sodium reabsorption. يعني competitive antagonist. هو ده competitive antagonist. لأنه compete with aldosterone. يعني أدي الaldosterone واقف هنا، وأدي الدواء، وأدي الريسبتور. هيتخانقوا مع بعض. التركيزه أعلى هو اللي هيمسك. هو اللي هيمسك في الرسالة. لو مسك الaldosterone هيعمل sodium A reabsorption. طب لو مسك السبيرونولاكتون الدواء هيمنع صوديوم ريابسوربشن لانه هيقفل الريسبتور. تمام؟ يعني هيعمل لي ديوريتيك خلاص؟ اكسهبت مودست انتي هايبرتنسيف افكت، يعني بيعمل هو اصلا مستخدم انتي هايبرتنسيف مودست يعني متوسط. تمام؟ وبقيت الاستراكشر بتاعه هنا في دبل بوند، وهنا دبل بوند كده، وهنا ميساي، وهنا 18 ميساي، وبعد كده هنا في 7 في اس اسيتايل، وبعد كده هنا في ايه؟ فاكرين الاورجانيك؟ قالوا لكم زمان لما يكون في حلقتين متصلين ان 1 كاربون، ال 1 كاربون دي بيبقى اسمها ايه؟ لا مش كايرو، عارف هو؟ سبايرو. سبايرو كاربون. لما يكون في حلقتين متصلين ان 1 كاربون بتبقى سبايرو كاربون. سبايرو كاربون عشان كده اسمه ايه هو؟ سبايرون. عشان في سبايرو. سبايرون ولاكتون. فين اللاكتون؟ يعني ايه لاكتون؟ قلناه في الميتابوليزم سايكل كيستر. فين السايكل كيستر؟ مش استر ده بس في صورة حلقة. يبقى الاسم جاي من الحته دي سبايرونو لاكتون. تمام؟ سبايرو اونو اللي هي الكيتون رقم 3 اهي، ولاكتون اللاكتون اللي في رقم 17. يبقى ده سبايرونو لاكتون. تمام؟ الميتابوليزم بتاعه مهم. بيقول لك سبايرونو لاكتون از باي ترانسفورمد رابيدلي اند اكستنسيفلي باي ذا ليفر تو كاترينون. ماله كاترينون ده؟ اكتف الدوستيرون انتاجونست. يعني هو السبيرون لاكتون ينفع اقول عليه فول دراج او كده؟ ينفع؟ ليه؟ طلعت منه اكتف. طب هل هو اكتف ولا لا؟ اكتف. برو دراج معناها ان اكتف، تحول لاكتف في الجسم. لكن لو ده اكتف وتحول لاكتف اهلا وسهلا تمام كويس، هيزود الديوريشن، الديوريشن بتاعته هتزيد. لكن ما اسموش برو دراج ولا حاجه، عادي دواء اكتف ودخل الجسم الثاني ميتابولايت اكتف عادي، هيزود ديوريشن اوف اكشن. اكتبه جنبها انكريز ديوريشن اوف اكشن جنب الاكتف او الدوستيرون انتاجونست. So it has long duration of action. And that duration of action. تمام؟ يبقى ده يا شباب سبيرونولاكتون ميتابولايزد. الميتابولايزد بصوا بيحصل ايه؟ بصوا بصوا بتطلع دي كده مع الاتش اللي هنا وتتكون دبل بوند. طلعوا دول كده ودي اتكونت ايه؟ دبل بوند في المكان ده. خلاص؟ يبقى ده ايه؟ اسمها اسيتايل سايبر. طلعت مجموعة الأسيتايل سايبو وحط دبل بوند. Adverse effects of aldosterone antagonist. ايه الأدفيرس إيفكت؟ شايف؟ هايبر كاليميا. هايبر مش هايبو، هايبر. وميتابوليك أسيدوزيس. بيعمل ميتابوليك أسيدوزيس. بيستخدم في صورة كومباينيشن مع السايد 2 و 3. السايد 2 اللي هما الهاي سيلينج و 3 اللي هما اللو. تمام؟ وعلشان يقلل الهايبوكاليميا اللي بتتعامل منه عشان قلنا واحد اللي هو الناس واحد بيعمل هايبو وواحد بيعمل هايبر.
تمام؟ اللي احنا بنقوله دلوقتي سبيرولا دول هايبر. المجموعتين التانيين اللوبوس يا زاي بيعملوا هايبر. فعشان كده بستخدم ده مع ايه؟ مع واحد منهم يعني. تمام؟ لا هي دي طبعا تمام. هي كلها هتلاقيها ممكن تعمل ارسميا لان هو البوتاسيوم ده مهم جدا في عضله القلب في تنظيم ضربات القلب وكده. فهتلاقيه النقص بتاعه او الزياده بتاعته بتعمل ارسميا تمام. ادفيرس ايفكت زي ما قلنا هايبر وقلنا الكومبينيشن. بعد كده يا شباب قلنا احنا هما ثلاث مجموعات بوتاسيوم سبيرنج والثلاث مجموعات. قلنا اول واحده هي الستيرويد. المجموعه الثانيه بيتريدين. كلمه بيتريدين دي اسم حلقه اسمها بيتريدين رينج شكلها حلقتين سلسلتين جنب بعض. المفروض ان انت تاخدوا الورقتين يعني الورقه دي تقطعوها تحطوا الورقتين اللي انت حطيتهم ده ليك الكلام دي مش عايزينها دي مش عايزينها ما هم لازم يبعتوها تمام. ادي حلقه البتري دي كده حلقه سلسيه فيها حلقتين سلسيتين فيهم اربعه نيتروجين كده مع بعض تمام. دي كده اسمها بتري دي اسمها كده بتري دي تمام. البتري دي فيها ثلاثه امينو جروبس موجودين كده انا كنت ممكن تعمل عليها دايره وتكتب بتري دي تمام. في رقم 2 ان اتش 2 ورقم 3 NH2 و 4 NH2 ورقم 7 NH2. فكده في التسميه البيرنت بتاعي بيتريدين 2 و 4 و 7 تراي امينو 6 فينايل بيتريدين. يبقى ده ايه التسميه بتاعت دواء اسمه ترايامترين. حتى من اسمه كده ترايا ام تراي امينو الترين اللي هي بيتريدين تمام. فترايامترين وده بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك. الكيميكال كلاس بتاعته ايه؟ بتريدين. يعني لما يجي يقول لك البتريدين ده ايه الكيميكال كلاس وايه الفارماكولوجيكال كلاس؟ كيميكال كلاس بتريدين ديريفيتيف. فارماكولوجيكال كلاس بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك تمام؟ ايه الدايركت بلوك زي ابيثيليال صوديوم شانل يبقى بيقفل الصوديوم شانل اللي هي المفروض صوديوم شانل بتعمل ايه؟ بترجع الصوديوم بترجعه بتعمله ري ابسوربشن. فانا قفلتها لا لا دي شانل شانل مش اكستشينج. فهنا الشانل اللي هي بتطلع بترجع الصوديوم بتعمله ري ابسوربشن. فانا هعملها ايه؟ هقفلها. فكده الصوديوم مش هيحصل له ري ابسوربشن تمام؟ في الكولكتنج تيبيول زي ما اتفقنا هم كلهم بيشتغلوا في الكولكتنج تيبيول اللي هم البوتاسيوم سبير. السار بتاعه اول حاجه بارا سبستيتيوشن اوف ذا فينايل رينج. الفينايل دي اللي في رقم 6 لو حطيت لها بارا في البارا بوزيشن يعني كده ليها كده هنا مجموعه دي هتزود الاكتيفيتي. مش عشان بارا لا مش هتزود دي عشان تزود الاكتيفيتي لا هو لو مزود صح هي ممكن تعديها. لا تفرق فيها. لا لا لو مزود الورق وحش هتبقى ايه؟ احنا رحنا كده عليه.
replacement of phenyl ring with heterocyclic ring retain the activity. يعني لو بددت دي لو خليتها بايريدين كده عادي اكتر مفيش مشكلة. تمام؟ اكتر مش مشكلة خالص. تمام؟ رقم 3 امينو جروبز الثلاثة امينو 2 و 4 و 7 مالهم؟ must be unsubstituted to give activity. لازم يكونوا unsubstituted. لازم. فضلي. تمام؟ as it has high affinity for binding with the active site. عشان دولة مهمين جدا في الانتراكشن مع التارجت اللي هي ايه التارجت صوديوم شانل. اللي هم قلنا ساعتها لما حاجة تكون essential زي كده بقول عليها pharmacophoric feature. او من ضمن الفارماكوفوليا. رقم 4 it is structurally similar to folic acid. شبه الفوليك اسيد لو حد عارف الاستراكشر بتاع الفوليك اسيد في بتريدين رينج. فهو شبه البتريدين رينج في بتريدين رينج في شبه الفوليك اسيد فبالتالي ممكن يقفل الفوليك اسيد سينثيسيس. بلوك الفوليك اسيد او يعتبر الفوليك اسيد حاجه وحشه يعتبر سايد اسيد. تمام؟ رقم بعد كده اليوزس يوزس برايمترين تريتمنت اوف اديما هايبر تنشن علاج الاديما هم كلهم اصلا دايركتس اديما هايبر تنشن. تمام؟ بيستخدم اجين كومباينيشن مع سايت 2 3 ليه؟ عشان يعملوا ايه؟ بالظبط الواحد ده بيعمل هايبر والمجموعتين تاني بيعملوا هايبر فبالتالي يعملوا ايه؟ يعدوا بعض. ثالث مجموعة جميلة اسمها بايرازين دي غالبان حلقة واحدة كده وفيها اثنين نيتروجين واحد واربعة بالنسبة لبعض. تمام؟ دي اسمها ايه؟ بايرازين رين وهنا عليها كم سبستيتوانت كلور وهنا NH2 وهنا NH2 وهنا ايه دبل بوند O ومجموعة ادواني دي NH زي ما مرسوم عندكم كده يعني ده الاميلو رايد اميلو رايد في امينو تمام وكلور اميلو رايد اكس ان ذا سيم واي زي البرايمترين يبقى بيعمل ايه؟ بلوك الصوديوم شانل بيسيل الصوديوم شانل في الكوليكتنج تيبيول. تمام؟ بلوك صوديوم شانل؟ بلوك صوديوم ثاني سطر فوق بلوك صوديوم شانل شوف بيسيل الصوديوم شانل. تمام؟ used with other drugs to reduce hypokalemia again نفس الكلام يعني هي المعلومه دي فيهم هم الثلاث مجموعات هم بيستخدموا مع المجموعات الثانيه عشان يقللوا الهايبوكاليميا اللي بيعملوها المجموعات الثانيه اللي هم اللوب والسيزر. تمام؟ اخر مجموعه ظريفه عندنا اللي هي رقم 6 اللي هي زانسينز. زانسينز الزانسينز دول هم ايه؟ شاي قهوه الكلام ده. The diuretic actions of alkyl zancenes as caffeine and cyphellin have been known for more than a century. ما علينا يعني عارفين فرضنا ولا هنشوفهم دلوقتي. تمام؟ they have been of limited clinical utility استخدامهم كاستخدام يعني كلينيكال قليل تمام؟ because of ثلاث اسباب. يبقى استخدامهم قليل لثلاث اسباب اولهم لو بوتنس البوتنس بتاعتهم قليله محتاجين كميه كبيره عشان تديني افكت. ديفلوبمنت اوف توليرانس افتر ريبيتد ادمنستريشن بيحصل توليرانس زي الشاي اللي بيشرب شاي وقهوه في يومين عايز يشرب 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 كتير وكل ما يتعود يعوز ايه يزود كميه الشاي. اند سايد افكت وكمان ليهم سايد افكت على السايكوموتور افكت سايكوموتور افكتس وكارديك ستيميليشن بيعملوا تيكي كارديا وبيعملوا ايه سايكوموتور بيعملوا سي ان اس ستيميليشن. تمام؟ فعشان الثلاث حاجات دول اللي هي السايد افكت واللو بوتنسي والتوليرانس استخدامهم قليل. تمام؟ الزنسين الاستراكشر بتاع الزنسين ده عباره عن حلقتين كده جنب بعض تمام كده حلقه سدسيه يعني زي البتريدين بس ايه دي واحده سدسيه وواحده خماسيه كده ان ان تمام وهنا الناحيه الثانيه ان واحد ده كده زنسين في ايه على حسب السبستيتونت الموجود عليهم بينقسموا لكذا واحد يعني في ميسايل زنسين وفي الدايم سايد زنسين اللي هو الكافيين وفي الدايم سايد زنسين اللي هو سايوفيل. تمام؟ يبقى زنسين رينج اللي هي دي كده.
تمام. وبعد كده على حسب ايه الثلاثة دول فيهم ميسايل هم الثلاثة يبقى كافيين، اثنين بس هم فيهم ميسايل يبقى سايوفيلي. تمام. الميكانيزم اوف اكشن اوف زنزين البروبوتور از ادينوسين ريسبتور انتاجونست، بيقفلوا الادينوسين ريسبتور فبالتالي مش الالتوستيرون، الالتوستيرون ده بتاع السبيرون لاكتون، انا بيقفلوا الادينوسين ريسبتور سايت او ادينوسين ريسبتور انتاجونست فبالتالي بيعملوا لي دايريتك كافل. تمام. اخر حاجه دي المفروض كنا ناخدها مع الاسيتوزونامايد السنسز بتاعه، بس انا ما رضيتش احطها هناك عشان ايه كان الورق كله متلخبط يعني الترتيب بتاعه. فهنا البريبريشن او السنس بتاع الاسيتوزونامايد، فاكرين الاسيتوزونامايد اول واحد قلناها الزيتون ايه من ضمن الحاجات اللي زودت تمام. فهنا السنس بتاعه اول حاجه بيبتدي بال NH4 C HCN اللي هو ايه ده سايوسيانين، بالظبط سايوسيانين، يبتدي بالسايوسيانين مع ال NH2 NH2 اللي هو الهيدرازين بالظبط. حط اعتبار اثنين في الاول، اثنين سايوسيانين اثنين سايوسيانين، يعني بص الهيدرازين كده اهو NH NH تمام، ده الهيدروزين وهنا كده تحت كده اس. انا عايز ارسمه لكم يعني زي ما مرسوم من الناحيه الثانيه عشان ايه تتخيلوا الرياكشن بيحصل ازاي كده. تمام اس وهنا دي ايه ان، هو بالمنظر ده كده تمام، وادي الاستراكشر الثاني دبل بوند اس دي دبل بوند ان ودي الان اتش تمام اللي هو ده اللي هو ايه المكتوب في الاول NH2SCN تمام. ثواني لا ثانيتين معلش بقى دي سي واحد دي كده تمام دي كده اربعة كده تقريبا يعني هو كده ايه مظبوط دي NH2 تمام. بيحصل ايه دي بتعمل نيكوتينك اتاك هنا كده تمام، بتطلع ال NH2 دي كده بتشبك هنا ودي نفس الكلام بتعمل نيكوتينك اتاك بتطلع ال NH2 دي وتمسك هنا يديني المركب اللي هو ايه اللي في النص ده خلاص. يبقى اللي بيطلع NH2 من هنا و NH2 من هنا هيديني المركب ده وقلته هنا حطه اتنين عشان انا بستخدم جزيئين من السايسين. هو دي جزيئين مش فاهم مش فاهم سيبتها دي في الجامعة ممكن احسن ممكن ام سي كيو عادي تجيب لك السنس كده وده رقم ايه وتروح تقول لك رقم ايه ده عباره عن اي بي سي دي طيب تمام مش هنغلب يعني ممكن ماتشنج على فكره ممكن ماتشنج يجيب لك سنسز وتحت حاجات كتير خالص ووصل شوف انت لا تحط ايه في السبيستر هو بص الاستراكشر بتاعه دي استراكشر كده مختلف شويه لان مش مهم بالنسبه لك انك تعرفه تمام. المهم ان هو بيقوي لي الانترميديت ده تمام. بعد كده الانترميديت ده بيعمل سايكلايزيشن، السايكلايزيشن نفس الفكره هنا دي ان اتش 2 عليها لون بير اوف الكترون هتهاجم على دبل بوند اس تمام، فهتعمل سايكل بالمنظر ده كده هتكون اللي هي سايلايزول تبقى كده اس وهنا دي هتبقى اس اتش وهنا ال ان اتش 2 هتبقى زي ما هي هتكون لي سايلايزول بالمنظر ده تمام. يعني هو شال طلع بس ايه ال NH3 من الموضوع تمام، طلع NH3 وكون لي الحلقه قفل الحلقه على السلفر تمام. بعد كده حط ايه على السهم، السهم الثالث اسيتيك انهيدرايد، اسيتيك انهيدرايد اللي هو CH3 C دبل بوند O O وهنا نفس الفكره سي دبل بوند او سي اتش 3
ده الاسيتيك انهيدرايد هيعمل استيليشن على ال NH2 هيدخل مجموعه اسيتايل كده يشيل H وخليها سي دبل بوند او سي اتش 3 دي مجموعه اسيتامين تمام الاسيتامين قلناها بيرنت ساعتها. طيب بقى ايه بعد كده هيحط كلور. الكلور يا شباب هيعمل اوكسيديشن لل SH فاكرين في الميتابوليزم قلنا ال SH ممكن يحصل لها اوكسيديشن فهيعمل اوكسيديشن يحولها لايه S دبل بوند O دبل بوند O Cl هي سالفونايل سالفونايل كلورايد تمام سالفونايل كلورايد. بعد كده يحط امونيا الامونيا NH3 تعمل ايه الامونيا H منها تطلع مع ال Cl بصورة HCl وتديني ال NH2 تمسك في ال SO2 يبقى ده اللي هو الاسيتازونوفايل. خمس خطوات تمام. اول حاجة الكوندنسيشن او جويننج ما بين الهيدرازين والسيسيونين بعد كده سايكلايزيشن بعد كده اسيتايليشن بعد كده اوكسيديشن بالكلورين بعد كده اخر حاجة اللي هو سالفوناميليشن اللي هو عامل سالفونوايل يعني تمام. ده السنسس بتاع الاسيتازوليمايد. الجدول ده جدول ظريف عباره عن ممكن تعتبروه تجميع تمام. يا بص كربونيك انهيدريت اشتغل فين لو رجعت على الرسمه اللي قلناها في ثالث صفحه او ثاني صفحه على البروكسيمال كونفليوتد اللي هي بعد البومنز كبسول على طول الميكانيزم بتاعها ايه؟ انهبيت كربونيك انهيدريت فبالتالي هتمنع صوديوم بايكربونيت ريابسوربشن فبالتالي كده قللت مستواه في الدم وعملت ميتابوليك اسيدوز الساعد تمام. طيب اللوب دايريتنج او الهاي سيلينج دي بتشتغل في السيك اسيندنج الحته اللي طالعه السيك لو رجعت الرسمه تمام وبتعمل ايه انهبيشن اوف صوديوم بوتاسيوم كلورايد وترانسبورتر تمام. السايزايت والسايزايت لايك دراج دي اللي بتشتغل في الديستال كونفليوتد ديبيول تمام وجزء من اللوب اوف هينل يعني ايه في الحته دي كده ادي اللوب اوف هينل وادي الديستال هي بتشتغل في الحته دي كده دي السيزار تمام. برضو بالرسمه واضحه تمام. بتعمل ايه انهيبيشن اوف صوديوم كلورايد ري ابسوربشن انهيبيشن اوف صوديوم كلورايد ري ابسوربشن. ثالث مجموعه ورابع مجموعه اللي هي بوتاسيوم سبيرنج دايريتكس دي ديستال ديبيول والكولكتنج دار قلنا مشهور كولكتنج دار على طول. بتعمل ايه الميكانيزم بتاعها قلنا في ميكانيزمين بالنسبه للسبيرونولاكتون هيعمل الالدوستيرون انتاجونست الكومبيتيتيف انهيبيشن اوف الالدوستيرون وبالنسبه للبتريدين والبيرازين دول بيعملوا بلوك للصوديوم شانل او السيلير صوديوم شانل تمام. الاوزموتيك الاوزموتيك دي المجموعه الاولانيه خالص خدناها اللي هي بتشتغل في البروكسيمال كان في كذا سايت اللي هي لو تفتكروا البروكسيمال واللوب والكولكتنج ديبيول ودول ايه بيمنعوا الصوديوم يعني الميكانيزمات بتاعتهم اللي احنا قلناها ساعتها تمام. فالجدول ده عباره عن تجميع يعني كلام مكرر من قبل كده. يا دكتور في صفحه 6 احنا لكن دي برضه مش هنحلها صح؟ صفحه 6 مش هنحلها صفحه 5 كده يا جماعه الدرس خلصت والحصه خلصت تمام 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 تمام.